مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وفي هذه القصة المأساوية لشاب يتيم والذي يعيش وحيدا بدون معيل بعدما توفي والديه. وهذا الشاب اللي اليوم كما كتشوفوا فكيعيش وحيد هنا، يعني ما كاينش اللي يخدم عليه، ما كاين حتى شيء مدخول لهذا الشاب. والأمنية ديالو أنه قصد المغاربة باش أنهم يتعاطفوا معه من أجل باش أنه يدير مشروع من أجل مساعدة نفسه وتوفير يعني الاحتياجات ديالو اليومية من المعيش اليومي. هذا الشاب اليوم كيقول يعني همي الوحيد، وكنتمنى من المغاربة أنهم يعتبروني ولدهم، يعتبروني بحال خوهم، ويديروا لي شي مشروع اللي ممكن نخدم فيه، واللي ممكن انني نقدر انني نعيش راسي ونعتمد على راسي، ومن يعني نسعى حتى شي واحد حسب اللسان ديالو بطبيعة الحال. فغادي نقربكم من هذه القصة، وكنتمنى انها تلقى يعني التعاطف ديال المغاربة، لان الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا على اليتيم، فاما اليتيم فلا تقهر بطبيعة الحال. فكما كتشوفوا يعني الإعاقة ديال هذا الشاب على مستوى اليد ديالو، أيضا على مستوى الرجل ديالو كما كتشوفوا بطبيعة الحال. فيعني هذا الشاب اليوم بغى أنه يحكي القصة ديالو، وبغى أيضا أنه يلقى تعاطف ودعم من المغاربة، لأننا كنا كنعرفوا بأن المغاربة ناس كرماء، ناس ديال الجود والكرم، وكيديروا يد في يد وكيتعاملوا مع بعضهم البعض. فخليكم مع هذه القصة، وكنتمنى أنكم تعاطفوا مع هذا الشاب، ولما لا يعني بالبارتاج ديالكم ممكن الرسالة توصل، وممكن أننا على الأقل يعني نقدموا خدمة إنسانية جليلة لهذا الشاب، باش غدا أن هو يلقى راسو يعني عنده مورد للرزق وعنده مدخول شهري. تفضل سي سليم، قرب الميكروفون بلاتي. سي سليم، عاود لنا القصة ديالك. شنو القصة ديال سليم؟ السلام عليكم. انا سميتني سعيد، شاف عمري 18 عام صافي، وعايش بوحدي في هذا البيت هذا صافي. يعني والديك فين هما؟ انا الوالدي ما عنديش كبرت صافي، في الخيرية ربي. وكبرت في الخيرية، وتما فين حليت عيني مع الدراري الصغار، وتما فين كبرت صافي. شو وصل عندي واحد العمر شي ديال 18 عام. خرجت، انا خرجت من 17 عام، فاش كان عندي 17 عام خرجت في الصيف صافي. خرجت ندوز الزنقة، نعزف الزنقة، يعني تشردتي. تشرد شحال من حاجة دازت عليا في الزنقة، وكان الحمد لله الحمد لله. واحد 4 سنين ديال الزنقة دازت، جيت لهاد البيت تما كما كتشوفو صافي. ودابا انا جالس، دابا نيت مناش كتعيش سليم؟ يعني شو ما عندك مدخول؟ ما انا مدخول، ما عنديش، عندي لاكارت، لاكارت هي عندي، ولكن ما الخدمة ما لقيتهاش. باغي نخدم بنادم تيقول لك انت ما تخدمش، انت ما هو انت ما على تخدمش، الأقل يعني. ولا واش الاعاقة شي في الدية، انا فين عندي الاعاقة صافي. شوف جوج، ما عندي جوج الاعاقات في الدية. رجليك ربما تايه. انا مريض بواحد رجل، شبه هادي شباش مريض، هادي من الصغر شباش مريض. شنو ناقصة؟ كيفاش؟ واش ناقصة الرجل؟ واحد الرجل وما هادي بخير، هادي بخير، واحد رجلي مريضة صافو. يكون عندي الإعاقة، أنا باغي نخدم، ما كاين بنادم ما باغيش يخدمك. شنو يعني كيحقروك؟ دابا بنادم، دابا انت شي كان في القهوة كتقول للمقاولين نخدم، تقول لك واش عندك لاكارت، تنقول ايه يا اخويا شي عندي لاكارت صافي. كيردني الحقرة، بدا يشوف المظاهر. شنو يعني كيشوفوك انت من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ عاود الناس. زعما كيشوفك معاق بحال هكا، ما كيبغيش يخدمك. شنو قلتي لي؟ ربما بغيتي تطلب المغاربة يديروا لك شي مشروع. اش باغي ندير؟ في الرشة صغيرة، هنا في الرشة صغير صافي، هادي اللي بغيت ندير وصافي، يتعاونوا معايا شنو ندير. بغيتي دير بالضبط؟ شنو التجارة بغيتي دير؟ ما عرفت، انا باغي ندير شي فرشة صغيرة بحال تقيشرات، بحال وكل حاجة وقيتها، بحال تقيشرات الصغار وقت البرد. هذا بغيت ندير تقيشرات صغار صافي، تقيشر ديال البرد، الطاقيات، طرابوش، المهم شي حاجة صغيرة، شي فرشة يعني صغيرة. باش توفر مدخول.
باش ندخل، باش ندخل نهاري المعيشة ديالتي، لأن المعيشة غالية، واش ولات غالية صافي. دابا المعيشة ولات غالية. زعما يعني طلب بسيط. باغي ندير هاد فرصة صغيرة باش نبدا ندخل نهاري شوية باش نجيبو صافي. دابا ما كندخل دابا والو. دابا انا تعاونوني مع الجيران، الجيران تعاونوني نهار الاول. الجيران الجيران ربما إلا عطاك اليوم هذا غدا ما يعطيكش. دابا انا ما بقيتش تامن الجيران مع وليد. دابا شي دا نحشم منهم. دابا ولا مشيت عندهم دابا قلت لهم عطوني، غادي يعطوني ما غاديش يقولوا لي لا صافي. ودابا انا ما بقيتش قاعد نمشي. دابا انا قاعد انت جيتي مش ما لقيتي عندي والو. اما زرقاء مع فاطر ما مغديش صافي. تالي الكامشن وهذا مكسر وهذا وهذا مش هو. تنطلع لفوق، تنطلع لفوق تنقول لي صوب لي واحد النص هذاك ما كيردنيش، كيعطيني النص كناكل عنده هكا نجي لهنايا صافي. و شي بنت انا بدي ندير، انا كنطلب واحد الحاجة بدي نديرها شي فراشة صغيرة شي باش ندخل نهاري شوية، لان انا معيش شغلات. الضو ده انا ما كاريش الضو ده اللي كان خلص. هما جوج الورقات مازال ما خلصتهم صافي. بدهم يعاونوني يديروا لي شي فرصة صغيرة وعلى قد الحال باش نبدا ندخل نهاري شوية. هادشي اللي كنطلب هنايا. قول الرقم ديالك سليم اللي بغيت يتعاون معاك. شي 06 05 90 83 64 06 05 90 83 64 هذا هو الرقم ديالي. الله يجازيكم بخير يا مغاربة. وانا ما باغي والو، باغي ندير شي فرصة صغيرة فين ندخل نهاري شوية صافي. الشي اللي طالب ما كنطلبش حاجة كتيرة، بس ما خصني باش نخلص الدو خصني شحال حاجة. الله يدير تولي الخير السليم. انتم اخواني الكرام متابعي قناة الشعب، ربما هو طلب بسيط، طلب يعني يقدر محسن ولا محسنة انه يوفر يعني لهذا الشاب ربما باش انه يدير مشروع صغير، فطلبه جد بسيط جدا، فقط بغى انه يعتمد على راسه، ما بقاش بغى بطبيعة الحال انه يطلب الناس، بغى انه يخدم على راسه، يخدم بالعرق الجبين ديالو، يوفر مدخول اللي ممكن انه يعيش به ويعيش به بطبيعة الحال، يعني في كفاف وعفاف كما كتشوفوا. يعني هذا الشاب بعد ما كبر في الخيرية لقى راسه في الشارع، لكن الظروف ديال الحياة القاسية خلته انه يعيش الحرمان ويعيش التشرد ويعيش ايضا الجوع والفقر. فكنتمنى من اي واحد يعني شاف هذا اللايف انه على الاقل يعني بالبارتاج ديالكم وبالتعاطف ديالكم ممكن اننا نوصلوا النداء ديال هذا الشاب، وان شاء الله لما لا ان شي حد يدير المشروع، ولما لا اننا نجي ونلقاو سليم داير مشروع بسيط اللي ممكن انه يبدا من الصفر ويعول على راسه، وبطبيعة الحال يعني غادي يكون سليم يعني في قمة الفرحة والسعادة حينما يجد نفسه يشتغل بعرق جبينه. فكنتمناو يعني حياة افضل لهذا الشاب اللي لا زال في على أي. تحياتي لكم وعلى أمل إن شاء الله نلتقي بكم في بث مباشر آخر. إلى الملتقى.